ما عنديش برشا من تعديد حلقه جهنميه في الحقائق الاربعه حكيو فيها على دو سوجي باش يتلموا في سوجي واحد في القصه نتاعنا نتاع اليوم. في اول حلقه حكيت حمزه البالومي على اقوى بزنس نجم تراوه في تاريخ تونس واللي هي التجاره بالجماجم اللي يستعملهم برشا سحاره مشعوذين في الخدمه نتاعهم. بعض السحاره هذوم يسميو روحهم عرافات وفما اللي يسميو روحهم طبه جمله واحده، لكن مش كيما الطبه الاخرين يتعاملوا بالفارماسي، الطبه هذوما يداويو بالعربي. فما مره في تونس زاد حكي عليها حمزه البالومي يقولوا لي المراه هذه ما تداويش بالعربي بل تداوي بالعظم العربي وعلى السوري. الله اعلم شنو حكايه هالشوافه هذه، شنو حكاية العظم اللي من خلاله تلقاك مسحور ولا عاملين لك عملة من العمايل. القصة اللي بنحكي لكم اليوم برسمي من أقوى القصص اللي سمعتهم في حياتي. حكايتنا متاع اليوم مش يكون فيها ذكاء وسحر وطماع والبهامة، الكلام في قصة واحدة لكن نهايتها باش تكون غير متوقعة بالمرة. دون قبل ما ننطلقوا في رحلتنا ما تنسيوش تخليوا من توا لايك وسبسكرايب، فولي معي على الانستغرام وخلينا ننطلقوا في الرحلة نتاعنا متاع اليوم. رحلتنا اليوم باش تكون للمروك، وبالمناسبة تحية لاخواتنا في الجزائر ومغرب وليبيا. موريتانيا بوجولية ما عنيش معاها برشا، أما ميسالش تحية لكم أنتم زاد. هذا إذا كان تفرجوا فيا من النص. برشا السحرة مشعوذين المقابر بالنسبة لهم كيما سوق لحد، العباد يمشيو للفريب يلقاوش قطعة ولا اثنين يدفوا بها في الشتاء، والسحرة يمشيو المقابر فمش ما يلقاو جمجمة ولا اثنين ولا كتف نتاع إنسان ميت. بيان سور باش يمارسوا به البزنس القذر نتاعهم. فما اليوم يستعملوا حتى اعضاء حيوانيه ومساكن الحيوانات يمشيوا في العفس ويقتلوهم باش يستغلوا اعضائهم في السحر. جميله كما باش نسميوها كانت واحده من السحره هذو، كانت تمارس في السحر والشعوذه وكانت تدخل من الشيء هذا برسمي برشا فلوس. في يوم من الايام جاء اختنا جميله كليون اكسبسيونيل. الكليون هذا طلب من اختنا جميله حاجه سبيسيال شويه باش تتمكن من انه اختنا جميله تحضر له السحر اللي طلب عليه. استحقت جموله الى عضو من اعضاء الانسان، وشويه اخر تم نكتشفوا شنو استحقت جميله بالضبط. السحر اللي تحب تعمله ما نجم يصير كان بالشيء هذاك اللي حبت تدبره باي طريقه. فكرت جميلة في مخها وليت ما تفهم حتى شيء. قالت العضو ذاك جيبيتك جيبيتك، مهما تكون صعوبة الحصول على الشيء ذاك ومهما يكون الثمن اللي لازمها تخلصه. لازمنا نكمل الفيديو هذا للاخر باش نعرفوا شنو هي القطعة ذيك بالضبط، وانا متأكد اللي انتم باش تاكلوا صدمة كبيرة في اخر القصة هذه. مشيت اختنا جميلة لسوق لحد متاع السحرة والمشعوذين كما سميناهم بكري واللي هي المقبرة، املا في انها تخرج انسان ميت من قبره وتنحي منه القطعة اللي حاجتها بها. هكاك هي مسيبة معنا دنيا بالا فري هي باش تفرزها، فهمتني؟ تمشي تختاري القطعة اللي تحبي عليها، تهزي القطعة وتمشي على روحها. مشي في بالها جميلة للدنيا صعيبة. لكن للاسف الشديد ما تمكنتش جميله من انها تقرب لحتى جثه، على خاطر المقبره هذيك كان فيها برشا عينين وكانوا العبيد اللي يعسوا غادي يخدموا بقلب ورب. هزت اختنا جميله ريحتها وراجعت منين جات. ما فقدتش الامل حتى من بعد المحاوله الاولى الفاشله، بل مشيت لدارها وعملت قهوه بنينه وقعدت تخمم منين تنجم تدبر القطعه هي. الى ان خطر لها في بالها انها تمشي لواحد من السبيطارات، تدخل للمورغ البلاصه اللي يحطوا فيها جثث نتاع العبيد اللي توفاو، وتهز القضيه اللي حاجتها بها. مره اخرى المراه هذه مشي بها للدنيا مصايبه واللي هي عايشه في فريب فهمني، والقطعه اللي تحب عليها تهزها وتخلص من بعد. ما عليناش، كانت جميله مستسهله الامر على الاخر، وبالنسبه لها ما فما حتى شيء قادر انه يوقف على خدمتها. الكليون هذاك اللي جاهم بكري لازم يروح فرحان، والسحر اللي حشو به الكليون هذاك لازم يتعمل مش كيصير اللي يصير. توجهت اختنا جميله لاقرب سبيطار لها، دخلت لداخل كنيسة مليح وقعدت تسال على البلاصه اللي يحطوا فيها جثث. هي دور على روحها في سبيطار كاينه ملك الوالد، وتلقى بلاكه مكتوب عليها مورغ. تحت البلاكه هذيك كان فما عساس يخدم على روحه. العساس هذاك كان انسان زوالي، حد وحد روحه يدبر في راسه باش يعيش عائلته. مشيت له جميله وقعدت تحكي معاه، تاكدت اللي هو العساس نتاع المورغ وتحلت معاه في الحديث باش تربط معاه الخيوط. بعد ما بدا العساس يتحل في الحديث ويرتاح لها، قالت له جميله تنجمش يا وخي تعاوني في حكايه صغرون. استغرب العساس على الاخر وقال لها راني مجرد عساس، لكن كان نجم نعاونك نعاون اختي على ما نقدر. صدمته اختنا جميله بحقيقه وجودها في البلاصه هذيك، حكيت له البحث الكل وقالت له راني حاجتي بالقطعه الفلانيه، والقطعه الفلانيه هذيك ما نجم ناخوها كان من عند انسان ميت. الانسان الميت هذيك وين موجود؟ موجود في المورغ، المورغ اللي هي البلاصه اللي يحس عليها العساس هذاك. دونك قالت له يا وخي ما نجمش دبرنا الاكسي للبلاصه هذيك، ندخل بعض الدقائق ناخذ القطعه نتاعي اللي حاجتي بها وبعد نخرج ويا ناس مكان باس. زادت له اختنا جميله ديتاي نحنا ما نعرفوه، وقالت له بلي جوست حاجتها بطرف شعر من الجثه هذيك اللي باش تختارها، وحتى حد بيان سور ما هو باش يفيق بهم، على خاطر شكون باش يقعد يثبت في شعر جثه، واصلا هي ما حاجتهاش بكونتيتي كبيره نتاع شعر، حاجتها جوست بطرف شعر فهمتني بتكد بيه السحر نتاعها. تفجع العساس وخاف منها بعد ما سمع بلي هي سحاره، قال لها وخيتي راني ما نجمش، سيري في حالك وما صار بيناتنا حتى شيء، لا انت جيتي وسالتيني، لا انا جيتك وجاوبتك، ولا قلتي لي على ميت لطرف شعر، وكان اختي ما تفهمش بالسياسه راني عادي نكلم لك الحاكم ويجي ويكرفتوك وتتواصل هو حياته كاين وما صار حتى شيء، خاطر السيد برسمي ما يحبش يلعب بخدمته، وابرسل العساس هذا مسكين نفس مؤمنه وزوالي، اي سورتو يخاف ربي، ويعرف بالكدا بالكدا اللي سحر وشعوذه حاجات حرام على الاخر. مره اخرى جميله ما تعرفش المستحيل، وقادره انها تتحدى العالم الكل، جوست باش توصل للشيء اللي تحب عليه. قالت له جميله ما تخافش، انا نيتي طيبه وجيتك بالسياسه، السحر اللي باش نعمله ماهوش في ضر حتى حد، بل بالعكس، ينجم ينفعك انت بالكدا ويسهل عليك برشا حاجات في حياتك. تعمل هكا اختنا جميله وتخرج له ماسوم عبي بالفلوس. عينين العساس
وقتها حوالت، ولات العين اليمين تصب في العين اليسار بعد المشهد الغرامي اللي شافه. خاطر كيما قلت لكم مسكين السيد زوالي ما في حلول، وظهر اللي هو معناه مستحق فلوس. جمد داك العساس في بلاصته وما لقى ما يقول. المبلغ اللي تحط قديم النهار هذاك كان يخدم شهر كامل ما يخلطلوش. ضربوا طمع المسكين، تلفت يمين ويسار واختفك الماسو من يدها. قال لها يا مدام راه مفتاح المورج ماهوش عندي، لكن اختي جميله تهنا وتمام، اليوم قبل غدوه ندبر لك المفتاح، ودوب ما يبدا المفتاح عندي نكلمك بالتليفون. فرحت جميله كي عرفت اللي هي بدات تقرب لشيء اللي تحب عليه، وكي شافت كيفاش السيد تحول بعد ما شاف الفلوس قالت له اذا كان دبر لي المفتاح نتاع المورج نعطيك الدوبل والتريبل نتاع الفلوس اللي عطيتهم لك هذوك. كيما قلت لكم اختنا جميله قادره انها تعطي اللي وراها واللي قدامها جوج، بس تدبرها طرف شعر اللي قالت عليه. لكن بعد نكتشفوا بشويه بشويه اللي ماهيش جوست حاجتها بطرف شعرك هاو. راح العساس على الاخر بعد ما سمع بالمكافاه الثانيه، قال لها في نهارين يبدا المفتاح عندك، وعادت اختنا جميله فرحه ومسروره الى منزلها. قعد المسكين الفلاح الفلاح العساس، قعد العساس مسكين يلوش في طريقه مناسبه باش يدبرك المفتاح هذوك. نهار الكل هو ماشي جاي ويخمم، الى ان المسكين رجع لوعيه وبدا يحس بشويه ذنب. مهما يكون بامس الحاجه للفلوس هذوكم، حس باللي قاعد يعمل فيه حاجه خايبه على الله، لا من ناحيه دينيه بيسكو هو انسان ريليجيوس، لا من ناحيه انسانيه بيسكو سيد انسان، معني هي ما تتخيلوه حيوان تي انسان السيد، معني يحس كيف كيف. بدا يتنحك الطمع اللي ضربه من بكري، وافكتيفمون بعد كنهارين اللي تفهموا فيهم هو جميله، جيتو على اساس باش تاخذ المفتاح وتهز قضيتها وتعطيه هو الفلوس. لكن لهنا وين باش تبدا الصدمات؟ بعد جا الصدمه الاولى اللي كليناها وقت اللي السيد مسكين من الاول نسى ربي ونسى مبادئه ونسى انسانيته الكل وخذ الفلوس وقال لها امريكا. الصدمه الاولى كانت في وجه جميله وقت اللي قال لها العساس سامحيني يا لالا راني خممت في الموضوع مليح وضميري برجوليا ان ابني برجوليا وخايتي مانيش قادر اني نعمل عمله كيما هكا. خذي فليساتك اللي عطيتهم لي من الاول ولا حكيتي معايا اللي حكيت معاك، ان شاء الله ربي يسهل لك في القضيه اللي حاجتك بها. وكا قدامك 200000 سبيطار، معني برا شوف اي سبيطار اخر اختي وبري بعدين. جميله كاسحه مره اخرى مع عمرها ما تايس، ما فقدت الامل وقعدت تحاول انها تقنع باي طريق. قال لها راني سيء الحكايه ذي نحيتها من مخي وامبوسيبل نعمل الحكايه هذه مهما كثير، لكن ابارامون راي السيد هذي يتبدل في رمشة عين، دوب ما راي الفلوس فهمتني يتقلب يولي انسان اخر، يولي لا يعرف ربي لا يعرف دين ولا يعرف انسانيته كيما بكري، معناها ينسى كل شيء ولي حيوان يخمم كان بالغريزه نتاعو، هذا اذا كان وصل خمم النصل. بعد ما شاف الفلوس اللي خرجتهم له مره اخرى اختنا جميله تبدل رايو كومبليتمون، خرجت له جميله رزمه نتاع فلوس اكثر من المبلغ الخيالي اللي عطته له ديجا من الاول. في لحظات من زمان عاود حوالت عينين العساس، ضربت مع مره اخرى وملي كان يقول لها و امبوسيبل نسيت الموضوع هذاك كومبليتمون. قال لها اختي مريقل جاوك احلى جواب رسمي، معناه بعد غدوه رجع لي تلقى سيبو المفتاح حاضر ونجيب لك انسان ميت، معناه نجيب لك انسان ميت قدامك. اجيني صباح فهمتني تكون في الموعد قضيتك تلقاه حاضر لكل شيء، المفتاح نجيبه لك مش كي يبدا في كرش حوته. مشيت جمول على روحه وميسيون اكومبلي. قعد العساس يخمم في طريقه يتمكن بها من انه يدخل للمر، سورتو انه المبلغ اللي خذاه مبلغ كبير برشا، وزادت قالت له جميله السحاره اذا كان يدبر لها المفتاح ودبر هي القطعه اللي حاجتها بها تزيد تعطيه فلوس اكثر من المبلغ اللي عطته له من الاول. وصل العساس الى نقطه اللاعوده، ما عادش ينجم يتراجع على قراره وابلج عليه انه يدبر المفتاح باي طريقه. نهار كامل تعدى وسي العساس مسكين ركش في بلاصته ويخمم. كان العساس عنده زميل ويخدم معاه في سبيطار، لاحظ الزميل عليه انه نهار هذاك كان منعزل ركش وحده ويخمم برشا. مشى له زميل كنس مليح باش يطمن على حالته، قال له يا خونا اش بحالك اليوم ما تعجبش، نرى فيك مهموم ومغموم وتخمم برشا، كان عندك اي مشكله قول لي عليها وبقدره ربي نلقاو لها حل مع بعضنا. حب يتهرب العساس وقال له ليه راهو جوي به على الاخر، لكن حالته تعب الى وجهه كانت تقول عكس الشيء هذاك كومبليتمون. التخمم اللي كان يخمم فيه ماهوش نتاع انسان جو به، ركش بحذا زميله وحل معاه وقال له ماني مسيبك كما تحكي ليش فما. كان العزيز عنده فيه ثقه كبيره وحكى له البحث الكل من الاول للاخر، ملي دخلت السحاره للسبيطار الى ان رجعت المره الثانيه الى ان زدت الفلوس ومشيت على روح. قالوا العزيز على المبلغ اللي وعدته به اذا كانت تم الصفقه هذه وتهز القطعه اللي حاجتها به. حتى ما زميل بيدو ضربوا الطمع، سورتو انه العزيز قالوا اذا كان دبر لي المفتاح نقسموا المبلغ اللي باش يزيدوه له جميله، ونعاود نذكركم باللي هو مبلغ كبير برشا، وحتى كان يقسم على اثنين بالرسمي باش يقعد مبلغ كبير ومبلغ مهم على الاخر. بالنسبه لهم هما زوز مبلغ بالرسمي مش عادي، معناها هذيك علاش زوايز هذوما قادرين انهم يعملوا اي حاجه باش تم صفقه هذه على خير. قال له الزميل راني مستعد نعمل معك اللي تحب باش ندبروا المفتاح، لكن للاسف الشديد بريسك امبوسيبل انهم يدبروا المفتاح هذاك، على خاطر المفاتح ديما يبداو عند واحد من المسؤولين في السبيطار، وكما تعرفوا رانا نحكيو على مورج وجثث نتاع عباد، دونك اكيد مش بالسهل انه واحد يدخل غادي. تبسم الزميل العساس وقال له راني عندي فكره جهنميه، نجمو نعديوها على جميل الصحاره فاسيلمون، تاخذ هي القضيه اللي تحب عليها ونحن ناخذ فلوسنا وهي ما تفيق بحتى شيء. فرح العساس وقال له ابهرني بافكار، قال له زميل تو نحسب روحي انا ميت، ندخل لوحده من البيوت وغطيني انت بملحفه بيضاء وكاني واحد من جثث، سكر علي الباب وسكر علي الضوء وتنظر انا غادي كاني برسمي انا انسان ميت ومغطى. ابري تو هي جميله تحب على طرف شعر وما هيش باش تعرف اللي الانسان هذاك مازال يدور فيه دم ومازال حي، على خاطر ما يجيش تمسه، معناها جوج تمس شعر هكا تاخذ طرف شعر توك تقص سجوا احلى جو. ما قلقتوش الزميل لفات انه شعره باش يستعملوه للسحر، على خاطر السحر هذاك نرمى ماهوش باش يصير، على خاطر مره اخرى شعر هذاك ماهوش شعر انسان.
انسان ميت، بل شعر انسان حي ويرزق. دونك السحر هذاك كاين وما متعملش، معناه باش تصير لها اورو باش يتاكدوا ان جميله متفيقش باللعبه نتاعهم. قالوا كي دخلها للبيت ما تخليهاش تحل الضو جمله واحده، وميك شور اللي انت تدخل معاها باش ما تعملش حاجه هكا ولا هكا. تاكد زاده بالكتاب الكدي انها جوست تهز طرف صغرون من الملحف، مش عليه الكل فهمني تعمل له هكا وتكشف عليه السر، جوست هي حاجه بطرف شعر. دونك نحي الملف على الطرف اللي موجود بحض راسك هاوما، حتى الراس مش بضروره تعريه الكل، جوست تعمل طرف هكا وتهز القضيه اللي حاجتها بها. وهكاك تكون هي هزت قضيتها ونكون ونحنا عديناها عليها. ياخذ العساس فلوسه وينيس مكان بيس. راح العساس على الاخر وقال له هذه هي، هذه هي الفكره اللي باش تربحنا برشا فلوس وترتحنا من مشاكل المورج والمفتاح والحكايه الفارغه. ضحكوا زوزك الضحكه نتاع العشراء، ومن بعد كل واحد شد الربط نتاعو وكل واحد رجع يخدم على روحه. من غدوه جات جميله في الموعد اللي عجبك فيها اللي هي سحاره لكن بونكتويل، وكان كل واحد من العساس وزميل اون بلاس وحاضرين للتمثيليه نتاعهم. قالها العساس كوم كوا راني سهلت عليك العمليه وراني خرجت لك جثه نتاع انسان من المورج وحطيتها لك في واحده من البيوت باش تريق لي جوك على راحتك وما يراك حتى بشر اللي انت مشيت للمورج، لكنه بيانسور كذابس فيه انا وياكم في قيم البحث الكل، لكن الاخت جميله مسكينه ما تدريش. قتلوا جميله مليقل ما فما حتى مشكله، الفايت انا اخو قضيتي ونمشي على روحي. هذا العساس للبيت اللي فيها الزميل متكي ومتغطي وعامل فيها ميت، خليه الضو مسكر كيما تفهموا، وكان معامل العساس انه يدخل معاها تو ميك شور اللي ما تحلبش بحتى شيء. لكن قالت جميله العساس اللي هي لازمها تدخل وحدها واللي العساس امبوسيبل يكون معاها في العمليه ذيك. استغرب على الاخر العساس وقال لها شنو المشكله كي دخلت معاه، وهو في الاصل خايف لا تعمل حاجه وتفيق بالمسرحيه اللي عاملين. قتلوا جميله روزية سحر وموجود فتليكا ولازمني نكون وحدي على خاطر الاخت شعر اللي باش تقصوا ما باش تبرع بي باش تعمل بيه عمل شيطانيه، ربي بعدهم عليكم ويبعدهم عليا وعلى الناس الكل. وافق العساس بسيف عليه وخليها تدخل وحدها، لكن وعطاها بعض الشروط. قال لها اللي ما لازمش تبطسين وباش يهد عليه الباب ويدخل طول، والضو بيانسور فوقاني ما عندهاش الحق انها تشعل. اعطاها ضو صغرون وقال لها عندك الحق تستعمل هذا كهو. يا اخي وافقت جميله ودخلت بساقها اليمين. قعد العساس واقف ويعس على الماشي ويجي يحسب في الوقت بالثانيه بالثانيه باش اذا كان المراه هذه بطات يدخل عليها ويفسد عليها كل شيء، اكيد باش يتاكد بلي هي ما فقدتش بالمسرحيه اللي عاملين. لكن لنا وين باش تكون الصدمه، صارت حاجه بالرسمي امبوسيبل انتم تخطر في مخاكم وامبوسيبل انا ما خطرتش في مخي اسمع بالحكايه. بعد شويه ثواني ملي دخلت جميله للبيت سمع العساس اقوى عيطه يسمعها في حياته خارجه من البيت. بعد العيطه هذيك سمع العساس مره اخرى اقوى لطخه يسمعها في حياته، سمع راس نتاع انسان فهمتني عملك جبوك طاح على سمع صوت خايب برشا. المهم قال لي يجري وحل الضو مفجوع، يلقى السحاره جميله طايحه في القاعه ودايخه وزميله المسكين شدد وذنه ويعيط وكلها بالدم، الملفة البيضاء اللي كان متغطي بها كلها ولات حمراء. ولهنا وين اكتشف العساس انه اختنا جميله ما كانت جوست تحب على طرف شعر، بل كانت تحب تقص وذن كامله. هذاك علاش قصت وذن زميل العساس ومش في بالها باللي سيد هذاك انسان متوفي والله يرحمه، ومش كي دخل فيه في ما نعرفش دخله برب 24 شو اسمها السكين الكبير، مش كي دخله 24 في كرشه ما يحسب حتى شيء. بيان سور مش في بالها ليه جث 14 مش 24 تيار ارقام كيما بعضهم. المهم وقت اللي حس زميل بجميله بدات تقص له في وذنه تفجع المسكين وحس بوجيعه خايبه على الاخر. جميله كان في بالها باللي سيد هذاك ميت، ووقت اللي عمل الرياكسيون هذيك حتى هي تفاجات على الاخر الى ان المسكينه طاحت وداخت. وسمع العساس كلاطخ الخايبه اللي حكيت لكم عليها من بكري، مشى في بالها جميله باللي هي باش تعديها على العساس وفي بلاصه ما تهز طرف شعر تهز وذن كامله. لكن العساس وزميل وهما بيدهم كانت نيتهم خايبه وحبوا يعديوها عليها جوست على خاطر الفلوس. يا اخي لقاو رواحهم ثلاثه متضرين من العمله هذه، وفي لحظات سبيطار الكل تلم عليهم، حتى واحد فيهم ما كان عنده قدره انه يهرب، وحتى اذا كان هرب وزوز وقعد واحد وقال هرب واحد وقعد وزوز اكل الانسان هذاك اللي باش يقعد باش يحلب عليهم الكل. سبيطار الكل ونهارتها قام وقعد، الناس الكل سمعوا بالخطه نتاع العساس وزميله، والناس الكل فاقوا باللي كان دور معاهم ساحره ومشعوذه خبيثه فك سبيطار المحنون هذاك، وفي بهم الامر انه ثلاثه ذوما يدخلوا الحبس، وهذه هي نهايه الطماع والمتحايل واللي ما يخافش رب. دونك فوالا لما نكون وصلنا لاخر فيديو، ان شاء الله تكون الحكايه هذه عجبتكم وان شاء الله تكونوا عملتوا عليها جو. اذا كان الحكايه هذه عجبتكم ما يسالش اعملوا لي فولو على الانستغرام، بيان شور بعد ما تحطوا لايك وسبسكرايب وخليونا كومنتير مزيان كيفكم في الكومنتيرات. دونك مره اخرى ما بقالي كي نقول لكم شير لايك سبسكرايب and see you on the next story والا in the next video. Peace out. Pull up, pull up in the gold I'm leading. But them all the man need feeding. I don't wanna go Bombay. Them I don't know what I do when I go from Beeling. Leading the pack in black and I'm on with the bad. Snapping with a phone and dab. Boss up a man with a duster. Put him in the drip and sip blockbuster.